حسين يا غريب. هذا إبراهيم يتكلم مع ولدي، صارت الصورة أمام عيني والله. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، وانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم الوالد والولد، أسلم وتله للجبين، نزل جبرائيل: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، ارتفع التكليف عنك. إيه؟ وإذا هاجر اللي شافها الشيطان وهي تطوف، قال لها: رأيت شيخا كبيرا يريد أن يذبح ولده. قالت: ذاك زوجي إبراهيم، ما يصنع، هذا ابن إسماعيل عمره 10 سنوات. قال: ولكنه يقول إن الله أمرني بذبحه. قالت: إذا أمره الله فليمضي أمر الله. بنص الطواف تركت الطواف وجاءت تركض إلى وادي منى، ورأت المنظر أمامها، شافت السكينة بيد إبراهيم، وإسماعيل بين رجلي إبراهيم، وقد أثرت السكين بعنق إبراهيم، برقبته، انجرح، صار في جرح، لأن إبراهيم يريد يذبحه وجبرائيل يغير السكين. يقول: فلما رأته ألقت بنفسها على ولدها، احتضنته، ونظرت إلى أثر الجرح في رقبته في عنقه، ومرضت وماتت بعد ذلك. هذه أنا لما أقولها للشباب أذكرهم بشيء. هاجر قبرها وين؟ في حجر إسماعيل. إذا ذهبتم إلى مكة إن شاء الله شوف حجر إسماعيل، قف هناك لحظات لما تنتهي من الطواف، قف هناك وكلم هاجر، قل لها: يا هاجر، أنت نظرت إلى رقبة إسماعيل مجروحة مجرحة ومرضت، لكن هناك أم نظرت إلى رأس ولدها. ولذلك تساعدنا بالنوم. هالنوح يا زهرة على منه تنوحي، نوحك على المظلوم، يو نوحك على حسين. وهي تحضر المجالس يخاطبها دعبل الخزاعي: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين نجوم سماوات بأرض فلاتي، أنا الوالدة والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما جاء، عويلة على ابن المات عطشان، ولعبت عليه الخيل يدخل أبو هارون المكفوف من البصرة على الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام يقول: يا أبا هارون أنشدني في الحسين شعرا. فيبدأ أبو هارون يقرأ، يقاطعه الإمام يقول: لا يا أبا هارون، اقرأ بطريقتكم في العراق، أريد صوتا حزينا، صوت حزين حزين. فبدأ أبو هارون يقرأ: امرر على جدث الحسين وقل لأعظم الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجياد الأعوجية. قال أبو بصير: أشهد الله أني نظرت إلى سيدي الإمام الصادق، ارتفع صوته بالبكاء، ثم قام من صدر المجلس ووقف عند الباب يبكي. لما انتهى المجلس والعزاء قبلت الإمام، قلت: سيدي لما تركت صدر المجلس ووقفت على الباب؟ قال لي: يا أبا محمد، يا أبا بصير، لما بدأ أبو هارون يقرأ مصيبة الحسين رأيت أمي فاطمة دخلت في المجلس. هي صاحبة العزاء يا حبيبي، هي صاحبة العزاء. لا تنسى بكاءها، لا تنسى بكاءها. اثنتين
تذكر بكاءهم ما إلى مثيل أبدا. الزهراء لما بكت على أبيها وعلى الحسين، وزينب لما بكت على أخيها الحسين، وزينب أم العزاء هذه الليالي،